بكم من جديد إلى صفحتنا الطبية، حيث تختبر دراسة طبية حديثة إمكانية الاستفادة من الصبغات الوراثية لتقصي سرطان القولون. معروف أن الأورام الخبيثة التي تصيب القولون تبدأ كأورام حميدة، من ثم إن بعض خلاياها تتساقط في مجرى البراز حاملا بعضها تغيرا في الصبغة الوراثية. الدراسة تفحص ما يطرأ من شذوذ على براز المريض، والاختبارات المنزلية للبراز تكشف الأورام السرطانية وغير السرطانية، كما يقضي على أورام القولون الحميدة قبل أن تصبح خبيثة، ما لا يجعل أحدا يقضي بإذن الله طبعا بسبب سرطان القولون الذي يعد ثالث أكثر مسبب للوفيات في العالم العربي. إلى السعودية، حيث قادت شركات الهواتف المحمولة حملة واسعة النطاق، وذلك لفصل الشرائح مسبقة الدفع مجهولة الهوية، مطالبة مستخدميها بتحديث بياناتهم قبل الإلغاء النهائي للشرائح، وذلك تجاوبا مع قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يلزم إدخال بطاقة الهوية عند محاولة إعادة شحن البطاقات، والمتوقع تطبيقه قريبا. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نرجس، من ثم سنناقش هذا الموضوع. لا يمكن التصديق أن بائع الذرة الذي من المفترض أن تكون مبيعاته للأكل يريد التخلص من جميع بطاقات الشحن وأرقام الهواتف المتحركة التي كان يتاجر بها بالخفاء، معتقدا أن قرار تفعيل شحن الهواتف المتنقلة عبر رقم الهوية والإقامة سيسبب له خسائر فادحة. إذا طلب الزبون بطاقة الهوية أكيد تأثر على المبيعات، يعني لأنها حوسة وإثبات وكذا، فتأثر يعني تأثر على المبيعات. ممكن قرار يشمل بطاقات اللي بدون اسم، لكن اللي باسم صعبة. بطاقات بدون اسم تجعل من مستخدمها يتصرف بكامل الحرية، حيث لا رقابة تذكر ولا عقوبة ينالها، مما جعل الأمر خطيرا لتقع هذه الأرقام في يد العمالة المخالفة من خارج السعودية لتتنقلها وتتاجر بها. هيئة الاتصالات عندما درست وطبقت هذا القرار أعتقد أنها راعت في المركز الأول أمن واستقرار المواطن، وهذا الأمر أعتقد يصب في مصلحة الجميع. يعني عملية الشحن هذه لازم تأخذ إيش؟ أنا أشوف أنها طريقة ما لها داعي، أو يعني نوريد فيها، إحنا لنا 10 سنوات قاعدين نشحن والأمور طيبة ما فيها شيء. بادرة جيدة وكنا ننتظرها من زمان الصراحة، لأن الواحد يتفادى الإزعاجات اللي تجي والاتصالات المجهولة. انقسم الشارع السعودي بين مؤيد ومتحفظ مع قرب تفعيل القرار، والذي يعتقد أنه سيحد من الاستخدامات المسيئة مما في البطاقات مسبقة الدفع والتي لا يتجاوز 10 ريالات على الأغلب، ولكن متاعبها فاقت الملايين. من الرياض، نرجس العوامي، MBC. ننتقل مباشرة إلى الرياض، ينضم إلينا من هناك الدكتور عوض العساف، نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية سابقا. مساء الخير وأهلا بك معنا. إذن هل تعتقد بأن هيئة الاتصالات السعودية وشركات الاتصالات العاملة قصروا أصلا من البداية في ضبط عملية إصدار الخطوط؟ مساء الخير. الحقيقة كلمة تقصير قد لا تعطي التعبير الصحيح، ولكن هناك تهاون من شركات الاتصالات في تطبيق الأنظمة والتعليمات للتقضي بوجوب الحصول على بيانات كاملة للمشتركين، والسبب في ذلك معروف: بغية الحصول على أكبر حصة في السوق، وأحيانا الموزعين التابعين لشركات الاتصالات مطالبين من شركات الاتصالات ببيع أعداد محددة خلال الشهر، وفي حالة عدم بيعها يتم حسم نسبة من أرباحهم، فلذلك يتساهل العملية ولا يستوفوا المعلومات الضرورية. طيب جميل. طيب ما بين تقصير، يعني سواء كان تقصير أو إهمال أو نسميه يعني ما شئت، لكن البعض يقول إنه هكذا قرار يصب بالدرجة الأولى في مصلحة شركات الاتصالات لتبيع المزيد من خطوط المحمول الجديدة. قد يكون المقولة فيها نوع من الصحة، ولكن طلب غير دقيق أو غير حقيقي، لأن في النهاية المحصلة النهائية إذا شخص عنده تلفون أو هاتف محمول باسم مجهول ويريد استبداله بهاتف آخر، ففي النهاية المحصلة النهائية راح تكون متساوية. ولكن أعتقد أن الأضرار الكبيرة التي تنتج عن عدم وجود بيانات كاملة للهواتف
يصب في النهاية هذا القرار في مصلحة القضاء على الجوانب السلبية من الإزعاج والمعاكسات وإزعاج السلطات الأمنية مثل الدفاع المدني والشرطة عندما يتم الاتصال بهم من أرقام مجهولة بأن يوجد حريق في مكان ما أو ثم يذهبوا إلى ذلك المكان ولا يجدوا أي حريق. طيب بما أننا نتحدث عن الجانب القانوني والتشريعي، ما هو العقاب في حالة عدم الانصياع والامتثال لقرار تحديث البيانات؟ بالنسبة لشركات الاتصالات نص نظام الاتصالات في المادة 37 على اعتبار مخالف أي شركة اتصالات لا تقوم بتنفيذ القرارات التي تصدرها الهيئة. فالآن الهيئة أصدرت القرار وهو ملزم لجميع الشركات ويجب عليها تنفيذه، وإلا تعرضت لعقوبة تبلغ في حد الأقصى نحو 5 ملايين ريال. أما بالنسبة للمشتركين الذين يستخدمون هذه الهواتف فذلك يعد إساءة لاستخدام خدمات الاتصالات ويخضعون أيضا لعقوبة حسب نظام الاتصالات فصل الخط 5 ملايين ريال في حد الأقصى. لا بالنسبة للمشترك يعني أنه ما هي عقوبته فصل الخط؟ عقوبته طبعا إيقاف الخط وفرض غرامة عليه حسب النظام لا تتجاوز 5 ملايين ريال على المشترك، إضافة إلى إمكانية مساءلته من جهات الأمنية. أشكرك جزيل الشكر إذن الدكتور عوض العساف نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية السابقة، شكرا لك على هذه الإيضاحات. كونوا معنا، لدينا المزيد لكن بعد الفاصل. عروس البحر، هي حقيقة أم من نسج الخيال؟ إذا نعرف الجواب تنضم إلينا عروس هذه النشرة طبعا الزميلة دانا ونحل الأنوار. كيف حالك؟